السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بين يوم مضى وآخر يبدأ هذه أحداث 24 ساعة من التلفزيون المصري، والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه. سامح شكري يبحث في موسكو حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولافروف يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية مع مصر. مدبولي يؤكد أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التي يجب تلبيتها في الاستثمارات والمشروعات الوطنية. تفاصيل الأحداث. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة الحالية لاستخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن. جاء ذلك خلال اجتماع سيادته مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد، وباستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة، وكذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها لاستيعاب حركة المواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد ناصر خليفة رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والسيد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة والتحلية والتوسع في نظم الري الحديث والتنقيات الزراعية المتطورة والإدارة الرشيدة للمياه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأحياء السكنية المختلفة، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مثل دار القرآن الكريم،
كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد وشبكة طرق الصعيد، لا سيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز سير العمل في شبكة الطرق بالصعيد، وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة. كما تم عرض الموقف التنفيذي لتطوير منظومة شبكة الطرق في غرب القاهرة الكبرى، خاصة في محافظة الجيزة، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار جهود إنشاء ورفع كفاءة الطرق بغرب القاهرة، كذلك المحاور المرورية الحيوية التي تربط غرب القاهرة بشرقها، وذلك لاستيعاب حركة المواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات في إطار الخطة القومية للدولة لتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل مشروع تطوير مطار العالمين الدولي وما يضمه من صالات ومرافق، حيث سيعتمد على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المطارات العالمية. أكد وزير الخارجية السيد سامح شكري الاتفاق مع الجانب الروسي على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة النووية والتبادل التجاري والسياحة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظير الروسي سيرجي لافروف في العاصمة موسكو. كما أكد وزير الخارجية ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف. من جانبه أكد لافروف الاتفاق على إنجاز المشروعات مع مصر خاصة محطة الضبعة النووية. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة الروسية موسكو، تبادل فيه الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك كنموذج للعلاقات التبادلية المثمرة. العمل على تفعيل مجالات التعاون الثنائي، وهي مجالات في الحقيقة كبيرة ولها تعود بمصالح مشتركة على الطرفين، وتعد مثل للتعاون المثمر سواء كان في محطة الضبعة النووية أو في المنطقة الصناعية أو في تعزيز حركة السياحة إلى المقاصد السياحية المصرية. المؤتمر الصحفي تطرق أيضا للقضايا الدولية والإقليمية المستمرة وضرورة تسوية الأزمات العالقة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبخاصة الأزمة الليبية وكيفية تقديم المساعدة للشعب الليبي، حيث أكد لافروف دعمه للانتخابات الليبية وضرورة سحب القوات الأجنبية. تبادلنا الآراء أيضا حول الوضع في ليبيا وإجراء الانتخابات في ليبيا، ونحن ندعم عملية الانتخابات وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل القوات المسلحة الموحدة. ولدينا موقف واحد تجاه سحب القوات الأجنبية، والتي يجب أن تتم على مراحل وبشكل متناغم وتدريجي. وأكدنا أيضا على دور البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في ليبيا وتسوية وضمان العمل لهذه المنظمة على الأرض. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد شكري ضرورة العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعم حل الدولتين، كما أكد حرص مصر على خروج سوريا من أزمتها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النطاق والأمن القومي العربي. أهمية العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعزيز حل الدولتين، ورعاية كل السبل التوصل إلى
حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، توفر إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وسوف نستمر في التنسيق الوثيق حول هذا الأمر، بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية التي تطلع مصر بالدور الرئيسي إزائها. كذلك تحدثنا حول الأوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية. وحول قضية سد النهضة، توجه وزير الخارجية بالشكر إلى روسيا على دعمها في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل يحفظ حقوق جميع الأطراف. يتوجه بالشكر لروسيا على الدعم الذي لقته مصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الأمن، ونتطلع أن يستمر التعاون فيما بيننا في هذا الصدد، نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها، وأهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ورئاسة الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطراف. ليؤكد اللقاء والمؤتمر الصحفي أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتنسيق المستمر فيما بينهم فيما يخص العلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط. سارة متولي، التلفزيون المصري. كان وزير الخارجية قد التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف في مستهل زيارته الحالية لموسكو. خلال اللقاء سلم شكري رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين. كما شهد اللقاء تأكيد على أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات، حيث بحث شكري ولافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وأزمات الشرق الأوسط. ولمزيد من الإيضاحات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود، يعني تأكيدات روسية بتفعيل التعاون مع مصر في مجالات الطاقة النووية، التبادل التجاري، السياحة، كيف ترى هذه التأكيدات في ضوء تأثيرها الاقتصادي ودعم العلاقات بين القاهرة وموسكو؟ بداية نقول أن مصر وروسيا دخلتا مرحلة الشراكة الاستراتيجية منذ العام 2018، وهناك تعاون بناء وكبير جدا بين الدولتين، يؤكد على أن هناك مصالح مشتركة تتجاوز ربما حدود التعاون الاقتصادي، وإنما تصل إلى مراحل التنسيق في المواقف، سواء في المحافل الدولية أو فيما يخص القضايا الإقليمية وغيرها من القضايا، خاصة تلك القضايا العالقة وشديدة التعقيد. لذلك تأكيدات الوزيرين الفاضلين السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي والسيد سامح شكري وزير الخارجية المصري على يعني تعبيد أواصر هذا التعاون، يؤكد أنه لا مجال أبدا للتشكيك في تلك العلاقة، وأن هناك تنسيق كامل ودائم ربما تجري وقائعه على الأرض، ممثلا في مشروعات عملاقة مثل مشروع المحطة النووية في الضبعة ومشروع إنشاء منطقة استثمارية في محور قناة السويس، وبالتأكيد هناك مشروعات أخرى كثيرة تصب في صالح تدعيم تلك الشراكة على الصعيد الاقتصادي التي تنعكس بدورها على صعيد العلاقات الأمنية والسياسية. طيب أستاذ محمود، يعني قضايا المنطقة التي تناولها لقاء شكري مع لافروف مثل قضية الشرق الأوسط، الأوضاع في ليبيا، الأوضاع في لبنان، لأي حد تجد تقاربا في وجهات النظر في مثل هذه القضايا؟ حقيقة أنا أرى أنه ليس تقاربا، وإنما لا أبالغ إذا قلت أنه تطابق في تلك المواقف، خاصة تلك القضايا المبدئية فيما يخص محاربة الإرهاب وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأقصد في هذين الوضعين وضعي سوريا وليبيا تم التأكيد تماما على ضرورة إكمال العملية السياسية وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في كل التفاهمات والمفاوضات التي شهدتها القضية الليبية، والتي أكدت كلها على ضرورة إكمال العملية السياسية وإنهاء
موضوع الانتخابات وصولا الى الاستقرار الدائم، هذا في الشق السياسي. وفي الشق الامني التاكيد على ضروره اخراج كل القوات الاجنبيه والمرتزقه من ليبيا حتى تنعم ليبيا بالامن والاستقرار. الامر ايضا يندرج على سوريا وما يجري في سوريا، وخاصه تلك المنطقه التي تحمل خزانا جهاديا مستعد للانفجار في اي لحظه في منطقه ادلب، والتي تم التاكيد بين الوزيرين الفاضلين على ان تكون هناك وقفه وان يكون هناك تعامل حاسم مع تلك القضيه. وفيما يخص بالقضيه الرئيسيه التي يعني تسعى مصر الى انهائها وهي قضيه سد النهضه، جرى التاكيد على الثوابت المصريه، وجرى وما يؤكد قولي هنا هو ما وجهه السيد وزير الخارجيه المصري سامح شكري من شكر للقياده الروسيه بسبب موقفها الداعم وموقفها الجيد والقوي في مجلس الامن عند طرح القضيه على مجلس الامن، مع التاكيد على الثوابت وضروره حصول كل طرف على حقوقه والوصول الى اتفاق نهائي ملزم لجميع الاطراف. نعم، الاستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لك. مصر تاريخ طويل ممتد لسبع تلاف سنة، عمرها ما اعتدت على حد. جيش بيحمي مش بيهدد. وعمرها ما قبلت الهزيمة والانكسار، ولو حد اعتدى على أرضها يلاقي ابنها مقاتل شرس ما يقبلش بغير النصر واسترداد الأرض. العين بالعين والسن بالسن، الأرض بالأرض، نفهم بنفهم. أكتوبر 73، رجال صنعوا النصر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا تدخر وسعا في الدفع بالمواقف الإفريقية حول قضايا التغير المناخي، متقدما بالشكر على ثقة الدول الإفريقية في أن تستضيف مصر الاجتماع 27 للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي نيابة عن القارة. تأكيد مدبولي جاء خلال مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي عبر فيديو كونفرنس. ونوه مدبولي بالجهود المصرية على مدار الأعوام الماضية لخدمة قضايا تغير المناخ على مستوى القارة الإفريقية، والتي كان من بينها رئاسة مصر للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015-2016، علاوة على ما تقوم به مصر من خطوات إجرائية خاصة باستضافة مصر مركز التميز حول مكافحة التغير المناخي التابع للوكالة الإفريقية للتنمية نيباد. وخلال جلسته العامة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الهمم، وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة. وقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على وثيقة نداء مشترك بين القادة الدينيين المشاركين في قمة قادة الأديان من أجل التغير المناخي، والتي عقدت في الفاتيكان تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة 26 لتغير المناخ. وفي كلمته خلال قمة قادة الأديان، دعا فضيلة الإمام الأكبر شباب العالم أن يقفوا بالمرصاد أمام أي شيء يضر بالبيئة ويفاقم أزمة المناخ. وعقب المشاركة في قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ، أعرب كل من شيخ الأزهر الشريف والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن حرصهما الشديد على مواصلة ما بدأوه معا من حوار بناء وتعاون مشترك وتكاتف وتآخ أثمر عن وثيقة تاريخية هي وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم إعلانها من أبو ظبي عام 2019. أحداثنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. فوز العالمين الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردن باتا بوتيان بجائزة نوبل للطب لهذا العام. في
مذكراتهم هو يوم كيبور، وفي ذاكرتنا هو يوم المجد، يوم النصر، يوم ثأر فيه المصريون لكرامتهم، يوم تحطمت فيه كل التوقعات العالمية، أكتوبر 73، رجال صنعوا النصر. صدق مجلس النواب الليبي على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الجاري، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق. ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية، والذي صدق عليه رئيس مجلس النواب عقيل صالح. أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي أن الحكومة أوفت بتعهداتها وقدمت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، مشيرا أن انتخابات 10 أكتوبر تعد فرصة تاريخية للتغيير وتصحيح المسارات. تصريحات الكاظمي جاءت خلال مشاهدته عملية تطبيق المحاكاة الانتخابية 5 في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث شدد الكاظمي على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير وعدم السماح بها. أعلن لبنان أنه استأنف التواصل مع صندوق النقد الدولي بغية الموافقة على برنامج اقتصادي إصلاحي للتعافي يمكنه الاستفادة من الدعم الدولي. في الوقت الذي تستأنف فيه المالية اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدين، تقوم الحكومة اللبنانية بإجراءات غير اعتيادية لتفادي الانهيار الكامل. ومن المتوقع أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بالسياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية هناك. يأتي ذلك في الوقت الذي شيدت فيه شركة كهرباء لبنان بمساعدة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي مزرعة للطاقة الشمسية تساهم في توفير الطاقة لمضخات المياه لتوفيرها للزراعة وتخفيض الضغط على مولدات الديزل وتقليل التلوث. وفيما يتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، حاول الادعاء في لاهاي إلغاء تبرئة 2 من المتهمين في القضية، مشيرا إلى أن الحكم شابته أخطاء فادحة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة 5 أيام على أن يليها صدور حكم بعد ذلك. فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان المنحدران من أصل لبناني أرمني بجائزة نوبل للطب لهذا العام، تقديرا لاكتشافاتهما بشأن طريقة نقل الجهاز العصبي للإشارات المرتبطة بالحرارة واللمس. سمحت الاكتشافات الرائدة للفائزين بجائزة نوبل هذا العام بفهم كيفية أن يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح بإدراك العالم والتكيف معه، كما تستخدم اكتشافاتهما في بحوث تطوير علاجات كثيرة خصوصا الآلام المزمنة. عاد تطبيقا فيسبوك وواتساب للعمل من جديد بعد تعطلهما لأكثر من 6 ساعات بسبب عطل فني شمل عشرات ملايين المستخدمين حول العالم. وتسبب تعطل تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام في خسائر كبيرة تكبدها مؤسس التطبيق الأشهر وشركته بنحو 26 مليار دولار. وواجه موظفو الشركة العالمية صعوبات أثناء عمليات إصلاح خوادم الإنترنت بسبب عدم قدرتهم على اختراق أبواب الشركة نتيجة عدم تعرفها على بطاقاتهم التعريفية. هنا
ونتوقف الآن مشاهدينا مع مختارات من صحف القاهرة الصغيرة صباح اليوم الثلاثاء، والبداية بالجمهورية. وفيها الرئيس السيسي يجتمع بمجموعة من المسؤولين لمتابعة خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر. إلى الأهرام، نائب رئيس المفوضية الأوروبية يشيد بما حققته مصر في مجال التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة. وإلى الأخبار، وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد انتظام صرف الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة لمن تخلف عن الموعد المحدد. أما في الشروق، وزير الزراعة يعلن عن إجراءات فورية للتعامل مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية. أخيرا الوطن، مساعد وزير الإسكان يقول مصر تنشئ المدن الجديدة لتوفير 8 ملايين فرصة عمل للشباب. ولا نتوقف مع تقرير يرصد عددا من الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها عدد من مدن ودول العالم. في سلطنة عمان ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار شاهين المدري المصاحب برياح عاتية وأمطار غزيرة إلى أكثر من 13 شخصا، بينما ظل العديد في عداد المفقودين. كما تسببت الأمطار الغزيرة في إغراق الشوارع وعشرات المنازل، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية. قامت السلطات على إثرها بإغلاق العديد من الطرق السريعة وإجلاء العديد من ساكني المناطق المنكوبة إلى أماكن أكثر أمنا. وإلى الصين التي ما زالت تتعرض لموجة من الأمطار الموسمية الغزيرة، والتي أدت إلى ارتفاع منسوب المياه فوق معدلاتها في الأنهار وحدوث فيضانات عارمة تسببت في حدوث انهيارات أرضية. وقامت قوات الإنقاذ الصينية بإجلاء العشرات من المواطنين الذين حاصرتهم مياه الفيضانات وتم نقلهم إلى أماكن أخرى. وفي إسبانيا أعلنت السلطات استمرار تدفق كميات كبيرة من الحمم البركانية، خاصة بعد انهيار الجزء الشمالي من فوهة بركان جزيرة لابالما الإسبانية، ما أدى إلى حدوث انفجارات هائلة هناك. في هاواي أدى ثورة بركان هناك إلى تدفق كميات هائلة من الحمم وانتشار أعمدة من الأبخرة السامة في سماء القرى القريبة منه. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على الأنحاء كافة. وإليكم الآن بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة. وصلنا معكم لنهاية أحداث 24 ساعة لهذه الليلة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.